بالصلاة مستمرين لنواكب نجومنا الرياضيين وبتحلى الحوارات على إيقاع التمارين والمباريات وبحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي المتخصص بكرة السلة الباسكت بريك. حلو النجم لما بيتحول لمدرب، والأحلى لما بيكون مدرب ناجح، والأروع لما بيحقق بطولات وبيحصد نجاحات وبسرعة قياسية بيقدر بيبني أجيال وبيعمل مشاريع أبطال. أي حكاية مدرب شاب وطامح وناجح، مشروع مدرب وطني من الشباب هالبلد اللي هو الكابتن أشرف دركزلي. شكرا لك، شكرا كثير. الكابتن أشرف، مبروك المركز الثالث على مستوى القطر بفئة الناشئين لكرة السلة. يمكن هي من المرات القليلة لنستضيف مدرب فريق حائز على المركز الثالث. نحن دائما من توجه الأنظار أو دائما الإضاءة على المركز الأول، ولكن بيسوى نوقف عند هالنادي، بيسوى نوقف على هالشي هذا اللي انعمل، لأنه حقيقة إنجاز من نادي خلينا نقول فئات عمرية اشتغلت من بساطة، اشتغلت من ملعب مكشوف، قدرت تصل للمنافسة على مستوى سوريا، قدرت تقصي أندية كبيرة إلى اسم وإلى عراقة. فمشان هيك بنقول له مبروك هالإنجاز. الله يبارك فيك يا رب، شكرا لك. شلون عملتوا المركز الثالث على مستوى القطر؟ قديش عمر هالفريق؟ قديش انشغل عليه؟ هلا اول شيء شكرا كثير على المقدمه الحلوه اللي اعطيتني اياها. والفريق كثير انتعب عليه بصراحه. الفريق عمره سنه ونص. وقت استلمته ما كان باحسن حالاته، وقت استلمته كان في بطوله دمشق التحضيريه، فكان هو ترتيبه الخامس من 6 فرق. خلال شهر بتقدر تقول كان في اعجاز بشغلنا. يعني خلال شهر، وكان وقت التمرين برمضان، كانوا يرجعوا اللعيبة الساعة 2 بالليل على بيوتهم. على بيوتهم. اي نعم. كنا كتير مكسفين التمرين بشكل هائل. بالنادي عم تتمرن؟ بالنادي طبعا. وعلى الملعب المكشوف. على الملعب المكشوف. بعد بشهر بناخد بطولة دمشق. هو نفسه الفريق، يعني رجعت انعادت البطولة تبع دمشق، نفسه الفريق بياخد البطولة. أقل فريق ربحناه كان الوحدة فرق 19 نقطة. ما شاء الله. اي. فهذا الشيء بيثبت انه التحضير الفكري هو اهم بكثير من تحضير البدن. التحضير الفكري طبعا. صرنا بخط ثاني طبعا. شلون التحضير الفكري؟ يعني هلا اول شغله صارت، اول ما جمعتهم فانا كان اهم نقطه عندي انه يتعلموا ثقافه الفوز. يعني انا لاحظت عليهم بيخسروا فرق 30 و40 نقطه، بتلاقيه بيحمل حاله بيسلم على اللعيبه وبيمشي وبيطلع بيشرب وبياكل، ولا فارق معه شيء. هذا فكر اوروبي هذا. تمام. لا بس مو هيك. لا مو للدرجه اللي هن كانوا فيها. يعني وصل لمرحله اللامبالاه تماما. يعني هو شيء طبيعي انه يخسر. فكانت اول فكره انه لا، مو شيء طبيعي انك تخسر. يعني انت لازم تصير لاعب وينر، لاعب رابح. فهن بالفعل من خلال التمرين صار في جديه زياده بالتمرين، خلال الحكي اللي عم بحكيه معهم، التوجيهات اللي عم وجه لهم اياها. فكان مثل اختبار صغير، هي البطوله اللي بلشناها، وبالفعل انصدموا كل الفرق. يعني بلشناها مع الوحده، كانت وقتها 19 نقطه ربحناها. بعد الجيش يلي كان من اجهز الفرق كمان 25. اللعبه النهائيه كانت مع قاسيون، خلصت فرق 40 نقطه. يعني كان الفريق عم يمشي بحاله تدريجيه وصار له اسمه. يعني هذا اهم شيء، انك انت غير كافي انه بس تكون انت عندك ثقافه الفوز، كتير مهم باقي الفرق كمان يتعودوا انه الفيحاء بيربح. عمر الناشئين قديش عمر؟ تحت 16 سنه؟ ايه تماما. تحت 16 سنه. ايه يعني هن انت بتقدر تقول مواليد هلا هن 2000 2001، فهن عم يكونوا هلا 16 سنه او 16 فوق. بيقولوا هي مرحله حرجه جدا. ايه اهم مرحله بعمر اللاعب. ايه وين بتلاقي نزعاته لهاللاعب بهالعمر هذا كشخص عم يبني شخصيته؟ يعني هو عمر المراهقة. فرقم واحد سن الغلاظة. تماما. يعني مو سن الغلاظة، هلا في عندي كم لاعب غليظ يعني بتمون عليه هون. ايه لا دخيل قلبهم بجننوا. يعني حلاوتهم تنظمنا. يعني انا مني وجر في اوكي، انا ما بقدر الغي له الشغلات يلي هو بعمر المراهقة موجودة جواته غرائزيا. بس انا بقدر انظم له اياها انه هو يضل انسان ناجح. يعني بهذا الشكل انه ما تأثر عليها دول الغرائز، انه هو تاخذ له من وقته بالشغلات المهمه. في قاعده عم نمشي عليها كثير مهمه، هي في شيء مهم بس في شيء اهم. وقت بيكون عندنا الاهم فنحن بدنا نشتغل على الاهم.
والشغلات المهمه بعدين او الترتيبات اللي بعد المهمه بيقدروا يعملوها امتى ما بدهم، بس المهم وقتهم والاهميه هي دراسه ثم تمرين. دراسه شغلاتك طبعا يعني دراسة تاكد على موضوع العلم بالنسبه للفريق عندي طبعا. ممتاز، لانه هي بالاساس لعبه الجامعات ولعبه التركيز رقم واحد. رقم واحد، رقم واحد اذا يعني الفريق وقت بيكون عنده ميزه التركيز العالي ومدربه طبعا معهم بتركيز عالي فهو عنده ادفانتج على كل الفرق. بيقولوا في لاعب ذكي ولاعب اقل ذكاء، يعني في لاعب هلا ما حقول على كلمه ذكي تماما، بس في لاعب يلي هو موهوب يلي لاعب تركيزه اعلى بالملعب. يعني انت هلا مثلا بتلاقي في عندك لاعب معين بفوت على الملعب بينخفض مستوى تركيزه، بينما هو برا ناقشه باي موضوع فهو انسان كتير ذكي بنقاشه. في عندك لاعب برا ما كتير هو هذا الشخص يلي 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 تركيزه عالي، بس بفوت على الملعب تركيز غير لانه موهبته بتساعده، متعته باللعبه غير. فهدول الشغلات كتير بتفرق. هذا هو بيقولوا لك انواع الذكاء، ذكاءات انواع. تماما. طيب بيتحسن الذكاء النوع نوعيا؟ ايه طبعا بيتحسن. طبعا بالتمرين كل شيء بيصير. وبصراحه يعني هلا بس دربت في شغلات صرت كثير افهمها. يعني كان الكوتش هادي دائما بيقول لنا بتكون تمرنوا على التركيز، نقول له كيف يعني تمرن على التركيز؟ قلنا انا كل يوم بس ارجع على البيت قبل ما انام في عندي ساعه بقعد بركز فيها وبمرن ذهني. يعني في شيء اخذ جد، حط نقطه يعني بركز عليها ما بعرف مثلاً. شو تماما يعني ما قدرنا نفوت خصوصيه الكوتش هادي، يعني كان انت بدك تناقشه ونحن كنا لاعبين ناشئين. مو هذا النقاش اللي انت كثير اخذ راحتك فيه. تمام. خلص اعطاك المعلومه انت حاجه تستفسر اكثر من هيك. خلص انا شخص فهمت عليك. ايه فهلا تماما بالفعل بتلاقي لازم يكون في عندك بوقتك اليومي مساحه لعقلك، مساحه لحتى تركز فيها، تجمع افكارك كلياتها، تطور افكارك، يعني غير كافي باي مجال عم تشتغل. طيب اللاعب الطويل عن اللاعب القصير بتفرق الاستيعابيه والتركيز؟ لا ابدا. يعني هلا هي صارت مثل عاده عندنا انه الطويل هبيل يعني بيعملوا لك اياها. ايه لا في عندك بيقولوا يعني بتطول لتوصل المعلومه لفوق مثلا الاحساس رده الفعل. لا طلع يعني مثلا انت اذا بدك تطلع على اهم فريق طلع باوروبا اللي هو منتخب اسبانيا. نعم. فانت بتشوف الليدر هو جازول، يعني هو اطول لاعب بالفريق، هو الليدر، هو الشارب طويل. شو مترينو 11 عم نحكي نحن، مترينو 13. ايه ما شاء الله. فهو لا بالعكس يعني، وحتى تطلع انت كرضوان حسب الله، انا عم بعطي امثله هلا هون مشان تكون اقرب. رضوان بكل ما تعني الكلمه هو قائد فريق، قائد فريق. فهو ذهنه حاد جدا، هو شخص اذكى من البقايا اللي بالملعب، هو بيقدر ينظمهم بالطريقه يلي المدرب بده اياها تتنظم، يلي اللاعب لحتى يربحوا لازم يتنظموها. فلا يعني اللاعب الطويل بالعكس يعني ما فرق ابدا. بس ما عندك اطوال بالفريق؟ ما عندي. يعني انا اللاعبين اللي عم يلعبوا تحت السله للاسف، وانا قانع بهي الفكره. نعم. فانا وهن عن هذا الصراع الداخلي انه هن ما عم يلعبوا بمركزهم. يعني انا اللاعبين اللي عم يلعبوا عندي هو اطول لاعب هو حمزه الزعيم، هو هذا المفروض لاعب يكون عم يطلع على 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 يعني على الكلاس نفسه تبع فادي الخطيب. يعني هو لازم يتحضر بهذا السيستم بهي الطريقه. انا دائما بحكي له لازم تشوف فيديوهات هذا اللاعب، تعرف انت كيف منظرك بالملعب، لانه مو هذا منظرك بالملعب. احنا هلا عندنا حاله استثنائيه، انت عم تضطر بطريقه معينه تلعب مو بالمساحه اللي لازم تلعبها. نحن مشكلتنا الكبيره انه ما عندنا بيور سنتر. يعني لو عندي لاعب بيور سنتر كانت كتير فرقت النتائج وكتير فرق الاداء والشكل بالملعب. ومع ذلك كنتوا نجوم ولفتوا الاضواء ولفتوا الانظار. وكمان حاخذ منك تايم اوت، خلينا نشوف جوله الكاميرا الاخباريه ونرجع للكوتش اشرف دركزلي. الناعمات تبلغ النهائيات، والتنافس هذه المرة في صالة الفيحاء، حيث اللقاءات القوية والمضغوطة لتحديد بطل الدور السوري لسلة الناشئات، والفرصة السعيدة للقاء الفرق القادمة من مختلف المحافظات. كانوا البنات كلهم جد على قلب واحد، وما بيربح فريق إذا ما كانوا كلهم قلب واحد وتساعدوا مع بعض. وبتمنى لكل الفرق إنه يعني يحبوا بعضهم، وخاصة بالملعب، وما كل وحدة تقول أنا وأنا. الباسكت لعبة جماعية. مباراتا نصف النهائي وضعتا سلة العاصمة أمام سلة الشهباء لتكون الفرحة في النهاية مشتركة، فالجلاء القادم من الشهباء
قدم مباراة قوية أمام فريق الثورة ويفوز عليه بفارق 11 نقطة ب49 مقابل 38 نقطة، ويفرح أزرق الشهباء بالتأهل إلى المباراة النهائية. كأس الاتحاد ما حلفنا الحظ حتى نتأهل، بس بهالشهرين تعبنا كثير على حالنا وتعاوننا مع بعض. كان عنا شيء صعب إنه طلعنا 9 لعبات يعني بسبب أوضاع ما، فهذا شيء كثير كان صعب علينا نحن ك5 لعبات بس يعني عم نقدم شيء كثير حلو. لعبنا كتيم ديفنس كان منيح وكنا موفقين بكل شيء. نحن هدفنا بالملعب انه نجيب بانيه حلوه ونطلع بفريقنا باحلى صوره، حتى اذا كنا خسرانين من تمع قلب واحد لحتى نفوز. نتمنى الاتحاد الرياضي انه يشوف منتخب للبنات اللي باعمارنا بالاخص، لانه عنا يعني باعمارنا بسوريا في لعبات كثير بتجننوا. المواجهه الثانيه جمعت العروب القادم من الشهباء مع فريق الفيحاء، وتاتي المباراه متقلبه فالفيحاء الذي تراجع في النصف الأول أمام تفوق العروبة انتعش في النصف الثاني وقلب الموازين وخرج فائزا بفارق 3 نقاط ب48 مقابل 45 نقطة، ويتأهل فيحاء العاصمة إلى المباراة النهائية. هذا نتيجة تعب وجهد كل المدربين اللي دربوهم أول شيء من هنا وصغار، وهلأ نحن استلمناهم هاي السنة، تعبنا عليهم ومرناهم طول السنة. فريقنا بيمتاز عن باقي الفرق انه نحن معتمدين على الفريق على 12، يعني ما عنا لعبة واحدة نعتمد عليها. كمان بيمتاز بشغلة تانية انه هو اعماره صغيرة، يعني عنا 5 لعيبة هن شبلات ما لهم ناشئات. اول شيء هو فريق جديد، انا مسكته كان جديد طالع، بلشت اشتغل على ديفنس اكتر شيء. ضغط المباريات كتير كان صعب، يعني نحن انه خاصة فريق العروبة لعب يعني جيم يعني 4 جيمات ب3 أيام، يعني كانت مجموعتنا كتير صعبة. منافسات ناعمات شرفت على الانتهاء وبانتظار تحديد البطل بين الجلاء والفيحاء. مستمرين بالباسكت بريك، ومعنا الكوتش أشرف دركزلي، المدرب الشاب الطامح الواثق اللطيف. بشوفك لطيف بس عم تعصب على لعيبتك بالملعب؟ ايه يعني وعم ينبح صوتك؟ راح صوتي راح صوتك، وهي سبب يعني أنا بعطيك الأسباب. نحن خسرنا نص نهائي مع الوحدة. نعم. هو أول شيء راح صوتي. فهن متعودين اللاعبين إنه الفريق اللي عنده جمهور بيقول لك اللاعب رقم 6 بالملعب هو الجمهور. نعم. نحن بفريقنا لا، اللاعب رقم 6 هو صوتي. كتير يعني بتلاقي وقت بيكتبوا عنا بالصفحة تبع نادي الفيحاء بيكتبوا المايسترو الكوتش أشرف دركزلي. هو بالفعل نحن عم ناخد هذا الدور، يعني بالفعل توجيهاتي لقلهم كل العالم أشادت بالديفنس اللي نحن عم ندافع وفي كتير. طيب لو قاطعتك عذرا، ولكن وراك تماما هلأ دخل رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة الكابتن جلال نقراش، فات عم يعمل جولة تفقدية على منتخب 3-3، برافو عليه، يعني عم يشوف تمرينهم اخلاع جديد للمنتخب. ولكن إذا بتشوفه فيس تو فيس، أول شغلة بتطلبها منه شو هي؟ face to face. والله كثير في طلبات. خلينا اول واحد. اول واحدة ما بصير نعمل دوري هيك بصراحة تبع الفئات، يعني في فرق انظلمت. يعني انا بحكيك على فريق الاتحاد، هو نزل بدون 3 لاعبين كثير اساسيين ومهمين لانه عندهم بكالوريا. فريق الاتحاد المفروض فريق عم ينافس هي السنة على بطولة الدوري. طيب شو بده يعمل؟ امتى بده يعمل البطولة؟ يعني امتى بيعمل؟ للصيف. للصيف طبعا. يعني انت لازم، يعني نحن عم نشوف قديش عندنا مشكله في فريق الرجال بقصه الاعمار. هلا وقت رحنا اتجهنا على خطوه انه الاعمار الاصغر. نعم. في عندك عالم هاجمت، في عندك عالم حبيت، في عندك عالم ما حبيت. طيب انا بدي اقنعهم انه انا قدران روح بفريق الاصغر، معناته انا لازم انتبه على القواعد تبعي. يعني انا بثلاث ايام 4 ايام يعني شغل منتخب الرجال ببلش عندكم. طبعا 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 اجباري. الاساسيات كلياتها بدها تكون من الفئات. نحن بزماناتنا وقت كانت فئاتنا بخير وفئاتنا منيحه كان منتخبات منيحه. طيب بدنا نعمل بطوله الناشئين او نهائيات الناشئين بالصيف، بيقول لك في لاعب بده يطلع على البحر، ولاعب بده يطلع على الجبل، ولاعب بده يروح على السهل، وكل واحد بده يروح يصيف، يعني وملزم باهله يكون عذره انه بده يروح يروح يصيف ويروح يعمل سياحه. إيه؟ احسن ما انت تجبر مدربه، وهي الشغله انا ما عملتها، تجبر مدربه يتصل مع الاهالي يقول لهم عطلوا منكم على المدرسه، انا بخجل احكي هيك مع الاهل،
مستحيل تطلع مني اني امسك التليفون دق لاهل اللاعب قل له اذا بتريد ما يطلع بكره على المدرسه يجي على المباراه. ما طلعت معي ما زبطت. انا قلت لهم اللاعبه منكم لاهلكم وشرط كثير كبير انه ما يقصروا بدراستهم. وتقبلوا اهلهم الفكره؟ والله ليك الاهل طاير عقلهم بالفريق فيعني يجوا يقولوا اول شيء لا، بعدين تلاقيهم لا منزلين اللاعبين ونازلين معنا محضروا الماتش كمان، لانه يعني انجاز الشيء اللي صار بنادي الفيحاء. انجاز. طلبنا اول طلب فاذا تغيير موعد البطوله بشكل ما يتعارض مع الحاله الدراسيه. طب نفس الوقت بيقولوا لك فئه الناشئين والفئات العمريه بدها الاكثار من المباريات. صحيح. لازم يكون بالسنه اللي عبان له 50 60 صحيح. مباراه. صحيح. طب اذا ما عملنا بطوله بالفصل الاول الدراسي، بطوله بالفصل الثاني، وبطوله بالصيف، امتى بدها تحقق المباريات؟ ما في مشكله، بس ما تكون جوا الاسبوع الساعه 10 الصبح. ايام العطل. بالعكس اذا كل ويكند يعني كل نهايه اسبوع بيكون نحن في كل فريق عم يلعب ماتشين او ثلاث ماتشات، هذا شيء كثير مهم. بس اما تعمل بطوله مباراه الساعه 10 الصبح، مباراه الساعه 4 بعد الظهر، ثاني يوم 10 الصبح 4 بعد الظهر، وبعدين شرف على النص نهائي، يعني ب 48 ساعه. كم مباريات؟ اربع مباريات 48 ساعه. 48 ساعه. اي فتخيل انت ما هل كل لعيبه يعني معرضين للاصابات. يعني نحن بصراحه لولا وجود الدكتور خالد زازا نعم. انا واثق كان في عندي من 3 إلى 4 لاعبين هن ما بيقدروا يلعبوا نص نهائي، بس هو عم يلحقهم غذائيا شو لازم يكون غذائهم، عم ينظم يومهم كيف لازم، امتى تكون نومتهم، امتى لازم تكون فيت. حتى اللعب المضغوط وله غذاء مضغوط. ايه طبعا. لا. طبعا طبعا يعني. وبيتحملوا النادي ولا اللاعب؟ والله لا، النادي كان متعاون، قدم وجبات بهي البطوله طبعا للاعبين. اي دللون دللون. حلو. كانوا مدللين. فاذا نحن طلبين، نحن بدنا إراحة البطولات وعدم تعارضها مع التحصيل الدراسي والدوام المدرسي وابتعاد عن ضغط المباريات، يعني ما يلعب مباراتين بنفس اليوم. والطلب الثالث شو بتقوله لرئيس الاتحاد؟ هلا الطلب الثالث هو بصراحة لحتى حاكيك، أنا بتمنى إنه يصير يلاقوا حل، يعني إنه يزيد دخل اللاعبين ويزيد دخل المدربين. أنا واثق مني ومن غيري لو أنا شخص متفرغ للرياضة كثير 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 بيتغير شكل اللاعب، فكر اللاعب. انت ما عم تقدر تجتمع معهم غير 3 تمارين أو 4 تمارين بالاسبوع. يعني احنا مثلا عندنا حجز هلا بالشتاء ما بقدر اتمرن بالملعب المكشوف غير الصبح يوم الجمعه، بس انا شو حجوزاتي هون بالفرعيه؟ عندي 3 أيام بالفرعيه هي مقسمه للشباب وللناشئين وللناشئات. تنزلوا من مشروع دمر لصاله الفيحاء لتتمرنوا. تمام. روح رجع. يعني بدكم ساعتين روح وساعتين رجع بهالزحمه. تمام. فالفكره انه يندعموا اكثر. يعني هلا انا فلنفرض المدربين، عم اقول لك لو كان هو شخص متفرغ، يعني هلا انا مثلا حاحكي عن حالي كأشرف دركزلي، يمكن انا هلا بنادي الفيحاء على مستوى سوريا يمكن باخذ احسن راتب كمدرب قواعد، تمام، بنادي الفيحاء. انا للاسف اتصور يعني احسن راتب ممكن يكون انا هيك بظن، وانا الراتب الشهري هو ما بكفي بنزين سيارة بالشكل وموبايلات لتتصل باللاعبة. تمام. يعني كتير في مصاريف اللاعبين. يعني نحن وخصوصي بنادي الفيحاء اضطرينا لحتى نعمل مجهود فردي من عنا، إن كان مجهود معنوي إن كان مجهود مادي. نحن وصلنا لمرحلة الفريق عم ينافس وهو عم يتمرن بطابة واحدة ينطبلجي هذا الفريق نفسه. اي نعم. لحتى تحركت الإدارة جبت لنا طابات على حسابي مثلا. وغالي قد ايه حق الطابه؟ يعني ما على رخيصه. يعني مثلا مشاهد حب يتعرف هيك يعني انت عم معلومة. تحكي ايه عم تحكي مينيموم 10,000 طابه الجلد الاصليه؟ لا مو جلد الاصليه، الجلد الاصليه انت عم تحكي 50,000. 50,000 طابه؟ طبعا طبعا. ايه قد ايش بتقبض انت شهريا طابه جلد ولا اقل؟ يعني ايه احسن. الله يتم عليك. لا حسد ولا دقيقة عين، ولكن بتستاهل. وإنما الحديث هو فعلا حديث مهم كتير كتير. وجهة نظر القيادة الرياضية بتقلك طب أنتوا كنادي فعلوا استثماراتكم يا أخي، أنا ما فيني أعطيك. طب عم نقدر؟ عم نقدر؟ ما عم نقدر. يعني نحن لهلأ مضروبين بحجر كبير نادي الفيحاء، عندكم استثمارات كبيرة. تماما. يعني هذا للأسف. لا هلأ طبعا في نقطة كتير واضحة أنه الأبتاون ما صار لنادي الفيحاء، الأبتاون صار تابع للمكتب التنفيذي. يعني هلأ أنت كان في عندك 90 مليون بتجيك من الأبتاون، صارت لا عم تروح هلأ لغير محل تماما. نادي الفيحاء ما له شيء من الأبتاون، ونادي الفيحاء صفيان على هالملاعب اللي عنده وعنده قطعة صغيرة هي لحتى يستثمر فيها.
وما كنا نبلش نستثمر لأنه أنت عندك مصاريف مخيفة لحتى تبلش تستثمر. يعني عندك مستوى الأرض لازم ينزل، إذا شايف مشفى الباسل لازم ينزل لنفس مستوى مشفى الباسل بعدين لحتى تفكر بقى تعمل شيء على هي الأرض. فما لها سهلة أبداً يعني. أكيد ما لها سهلة، وبس دائماً اللي بده يشتغل بده يتحرك. طبعاً طبعاً. الإدارة يعني أنا حكيتها قبل، هن عندهم نظرة بعيدة، هن العالم عم يفكروا كثير لقدام وعم يخططوا إن شاء الله بشكل صح. يعني أنا أقول طبعاً كمدرب ما بتدخل أو شيء أو كذا، بس يعني هنيك بنسمع صوتنا منيح، بيشاركونا بالأفكار تبعهم، أفكارهم كثير حلوة، طموحهم كثير مهم للنادي. لعيبتي دائماً بينقوا إنه نحن ما عم يتقدم لنا، ما عم يتساولنا، ما كذا كذا مثل باقي الأندية. دائماً يعني بقول لهم الفكرة إنه بدنا نكون هلأ إيد بإيد مع الإدارة. بس يصير في عندك نجاح إداري حتماً حيلحقوا نجاح رياضي، ودائماً لما بيصير إنجاز بتتحفز الإدارات إنه تعطي وتتحمس. تماماً يعني الإدارة والمحبين كلياتهم تحفزوا. وخليني أخذ منك تايم أوت الثاني نشوف جولة الكاميرا الإخبارية وتقارير الصالات، وبنرجع للكابتن أشرف. الفرح مشروع للأبطال بتحقيق الانتصار وبلوغهم الأمل، ومن يجيد لغة التعامل مع مباراة القمة يستحق أن يعتلي القمة ويحلق في الأجواء. وكأس جديد في خزائن نادي الجلاء. كانت نفسياتنا غير، اخذين ثقه على حالنا كثير كبيره، ونحن الخمسه بنشكل فريق كثير حلو. عندنا جيل بتحدى كثير اعمار، كان دفاعنا كثير منيح وقوي، الوحده عندها مهارات شكل، فجمعناهم مع بعض ولعبنا تيم واحد، وكنا موفقين بالاوفنس كمان وقدرنا نربح، ويعني كنا نستحق المركز الاول بعد كل هالتعب، وما روحنا تعب الكوتش على الفاضي. هذا الفوز بيعني انه نحن عم نرجع ايام نادي الجلاء قبل، يعني نحن نكمل هاي المسيره، مسيرة نادي الجلاء يلي هي أيام البطولات. هذا بيعني أنه سلة حلب لسه بخير وسلة الجلاء لسه بخير. مشوار الألف ميل يبدأ بسلة، والظروف الصعبة في الشهباء لم تحد من عزيمة ناعمات نادي الجلاء، وبالجد والاجتهاد وبالتعاون وجماعية الأداء وتسخير المهارات الفردية لمصلحة المجموعة ولتأتي الانتصارات المتلاحقة. حصيلة تعب، تعب كتير. نحن عم نلعب، عنا نقص 5 لعبات، الكوتش تعبت كثير مع الفريق، اللعبات لظروفهم الدراسية ما حسنوا يطلعوا. مبسوطين نحن من كل قلبنا. نحن نادي الجلاء الكل بيعرف انه بيضل بيطلع عنده، ان كان رجال وان كان سيدات، دايما عنده لاعبين ولاعبات بقدروا بيصلوا لل منتخب سوريا. الانتصارات كانت عنوان الرحلة الجلائية من الشهباء إلى الفيحاء، وفي النهائيات تواصلت النجاحات وصولاً إلى المباراة النهائية، وفي مواجهة القمة كان الجلاء في أحلى أيامه، وبدون عناء تغلب على الفيحاء، وبفارق كبير بلغ 29 نقطة ب57 مقابل 28 نقطة، ويرقص الجلاء فرحا بالفوز وطربا بالبطولة. الحمد لله، رغم انه كثير بنات هاجروا من عنا من الجلاء، بس قدرنا يعني في اجت فترة مثل ما بقولوا حصان كبى، لانه ما بقى فيه هالعمر مثلا يقدر يساعد، وبعدين كملنا الحمد لله، ونحن ان شاء الله سنة عن سنة مندعم هدول البقيانين مثلا من الناشئات، ومنرفض السيدات، منطلع بنات من الصغيرات والشبلات، وان شاء الله منضل نستمر، لانه نادي الجلاء على طول بالمقدمه، ما اول ثاني ما ثاني، يعني ما بيفارق منصات التتويج. فوز الجلاء ببطوله دور الناشئات تاكيد بان المدرسه الجلائيه لا تزال ينبوعا للمواهب والبطولات. مستمرين من الباسكت بريك، ومعنا مدرب نادي الفيحاء الطامح الشاب أشرف دركزلي. كابتن أشرف، عم نحكي بالمقومات النجاح والعمل. نادي الفيحاء موجود بمنطقة كبيرة كثير، منطقة لها خصوصية اجتماعية، بيقولوا ناديكم في منجم بشري للخامات السلوية. تمام. هلا نحن كمان في معي كوتش. ليش تعداد مشروع دمر مثلا؟ والله كبير، ليك ما حاعطيك الرقم لانه كبير، يعني رقم منيح. حاعطيك المثال انا لانه بظن هي النسبه، هذه الاحصائيه بتهمك اكثر من النسبه تبع السكان.
هلا انا والكوتش امجد العيش عاملين هلا مدرسه ذوان للباسكت بلشنا فيها بهي الصيفيه. كانت هي بظن اضخم مدرسه من حيث العدد لانه خلال شهرين ونص يشترك فيها 800 لاعب. نعم تمام. هلا انت وقت بيكون في عندك هيك مدرسه هي هي المنجم بصراحه، من هذا المنجم انت بقى بتنقي المواهب وبترفدهم لفئات النادي. 800 لاعب مو رقم مو سهل، رقم مخيف، رقم مخيف يعني اكبر الانديه بسوريا. ما في عندهم، ما عندهم يعني. لا 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 ايه. 800 لاعب وكان احنا على شيفتات صبح ومساء تمرين ذكور واناث. ذكور واناث تماما. بس هلا عندك المشكله كمشروع دمر. مشروع دمر الولد المدلل، الولد يلي صعب تلزمه، هو ببيته في سيطرة صعبة من أهله عليه، فأنت بدك تجي على التمرين حيكون المدرب عنده يعني عنده تعب وشغل أكثر من المدربين التانيين اللي عم تجي لعندهم لاعبين مثلا من غير مناطق. مشروع دمر مزبوط إلى وضعه وخصوصيته، بس مثل ما عم خبرك نحن مثلا في عنا مشاكل إنه بيجوا في عندك أهالي اللاعبين، طبعا هنا منتقلين من غير محافظة كون مشروع دمر هي منطقة آمنة. فأنت بتواجه هي المشكلة، بتقعد بقى أنت بدك تتحذر، أنا هذا اللاعب طيب هلأ بدي أشتغل وأتعب عليه ورح ياخد محل رفيقه، طيب يمكن بعد سنة يتركك ويمشي تماما، يرجع ويروح على غير محافظة أو شيء. ففي عندك كتير شغلات أنت بدك تدير بالك عليها كمدرب، لأنه ما له مقبول. يعني مثلا أنا لحتى حاكيك عن تجارب، مثلا مثل ناظم قصاص. ناظم قصاص السنة الماضية بنادي الوحدة هو لاعب يلعب 40 دقيقة، هو فعليا حرق هذا المركز بالنسبه لباقي اللاعبين. يعني لو كان في لاعبين عم يتشاركوا لهذا اللاعب 20 دقيقه ب20 دقيقه كان هلا نادي الوحده مرتاح اكثر، جهز لاعبين اكثر، لعبانين سيزن كامل، لعبانين مباريات اكثر. ناظم هلا رجع على حلب، ناظم استفاد كلاعب، بس النادي هو ما كان كثير موفق بهذا الخيار. تماما. طيب ومع ذلك بالنسبة لكم اشتغلت بنيت فريق، وقلت لي ما عندكم الأطوال ولكن عندكم التيم، اشتغلتوا على هذا التيم. فاجأتنا خلال بطولة الناشئين انه ما شاء الله فريقك بيركض ما بيتعب، شو عم طعميهم ولا عم تدربهم كتير؟ والله ليك القلب يعني والروح هي اهم شيء. والإرادة يعني هن انا ليك لحتى حاكيك شغلي بتضحك شوي. التايم اوتات يلي بطلبها هي لتريح اللعيبه اكثر ما انه يكون بدي غير شيء. تماما. يعني الكوتش هادي كمان زوناته قال لي كلمه، قال لي المدرب يلي محضر مزبوط ما بده بورد للجيم، هو بده بورد بالتمرين، اما بالجيم ما بده بورد اذا محضر صح. ايه وبالفعل انا كثير اقتنعت بهذا الموضوع هلا كتمرين كتمرين وكمباريات. ايه فبلاقي انه الحلول كلها تاخذينها بالتمرين. اي شغله بتصير معنا بالملعب حياتي ما طلبت تايم اوت لحتى غير رتم الفريق او شيء، بقول لهم روحوا على الحل بي، روحوا على الحل سي، روحوا على الحل دي. بس اغلبيه التايم اوتات بتنطلب لحتى يرتاحوا اللعيبه تبعتي. ف وهن ما لهم كتار تايم اوتات، هن لياقتهم كثير مرتفعه للاعبين، كثير تعبنا على هذا الشيء. طبعا الشكر الكبير بالتجهيز تبع اللياقه للكوتش بلال المفتاح، هو الاسيستنت كوتش معي. الكوتش بلال حتى هلا يعني خدماته عم تتقدم لنادي برده، كمان هو عم يجهزهم باللياقه حتى بجامعه الاي او اس تي. هلا هو كمان عم يحضر فريق ركبي، فهو عنده اكسبيرينس حلوه، حضر اللاعبين بطريقه كثير منيحه، والتحضير الفكري اللي اعطيتهم اياه كمان عم يساعدهم بجهدهم جوات الملعب. يعني هي حلاوه نادي الفيحاء انه مجموعه من الكفاءات الشابه، مدربين شبان طامحين عم يشتغلوا بشكل صح، وفي طموح، في رؤيه، في دعم الى حد ما، ولكن دائما الدعم مطلوب بازدياد بازدياد. كابتن اشرف انت لاعب سابق بكره السله وبنادي الوحده وما شاء الله لك ذكريات جميله، شو الخبرة اللي نقلتها واللي خدمتك بعملك التدريبي؟ والله ليك هديك المرة سألني حدا من جمهور نادي الوحدة قال لي انه انت دارسة للتمرين دراسة، يعني بيشوفوا نحن نوع البريس اللي بنلعبه كتير غريب، بيلاقوا انه مدربين باقي الفرق بيطولوا لحتى يلاقوا الحل، وحتى اذا لاقوا الحل بيضلوا متعذبين. الفكرة وقت بيجي لاعب بصير مدرب، وكان مدربه نينا دجراديتش، هادي درويش، هلال دجاني، راتب شيخ نجيب، جورج زيدان، سامر إمام، انت عم تاخد فكر 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 فكر، وبرافو عليك اذا عرفت تجمعهم كلياتهم هدول مع بعض وتعطيهم للاعبة. فعندي اكسبيرينس، يعني انا بقدر اقول لك اذا قاري 1000 كتاب يمكن ما بعد له هي الاكسبيرينس من المدربين اللي اخذهم. تنوع المدربين وكان مدربين كثير مهمين دربوني، خبره واسعه ومتعدده وشامله. ولكن هلا هن لما دربوك كانوا عم يدربوا فئه الرجال، بس انت هلا عم تدرب فئات عمريه. تماما.
تختلف. هذا الشيء اللي انت بتقدر تنحته وتزبطه، يعني انت بدك تشوف شيء اللي بيوافقهم. هلا للاسف في كثير مدربين بتلاقيهم، يعني للاسف بفوت على الملعب بلاقي خطه انا شايفها على اليوتيوب مثلا على الانترنت، ما حدا بيشغل مخه بيفوت شو احسن شيء اهجم على الزون، شو احسن طريقه دافع على فريق اطوال او شيء او كذا. حلو بس عدل، حط لمستك مشان بس تربح تنبسط، يعني عرفت علي شو الفكره؟ انه انا عملت شيء. فبتلاقيني مثلا انا جوا الملعب بلاقي انه هذا الشيء عم ينعمل، انا اوريدي شايفه وعارفانه. فهي الفكره انك انت لا ما لا ما لا ما لا ما له شيء غلط انك انت تاخذ من غيرك. اكيد ما تاخذ تمرين الرجال وتروح تاخذه على الناشئين لانه ما حيستفادوا، بالعكس ممكن يكون شيء سيء. بس انت تفرج عليه، عرف هو شو فائدته، وحاول بقى انت تلاقي بالنسبه لفريقك اللي قلبه بالطريقه تماما، تقلبه بطريقه تناسبهم وتطورهم، وبالفعل هو يكون هذا النقص اللي عندك اياه بالفريق بالتيم، انه النقص اللي هن محتاجينه لحتى يتجرعوا بالتمرين. خليني اخذ منك تايم اوت وخلينا نشوف جوله الكاميرا الاخباريه بالصالات وبنرجع للكابتن اشرف. يطيب اللقاء، لقاء الذكريات التاريخية بين فريقي الاتحاد والحرية في واحدة من قمم مجموعة الشهباء بدور سلة الرجال، وهنا المنافسة على التأهل إلى النهائيات. كل شيء جاهز، تجهيزات كاملة بحيث تطلع المباراة على السليم، والحمد لله انتهت على خير. نحن بنرجع بالأخير ونقول إني مباراة دوري وإيش دقل لك محبة. صالة الحرية ورغم ضيقها فقد غصت بمشجعي الفريقين، فالعشق السلوي متلازم لدى جمهور الشهباء بلونيه الأحمر والأخضر في زحمة خانقة كادت أن تعكر صفو اللقاء. بس اليوم جيم حلو والجمهور حلو، يعني صار جيمين جمهور جلاء والاتحاد والحرية والاتحاد، جمهور يعني متشكر جمهور الفريقين اللي عبجوا، ونتمنى من اتحاد سلة يعني بلش بقى نلعب بأرضنا. وهالفوضى هاي اللي صارت ماي طبيعية، يعني هاي ماي مباراة، هاي يعني شو عم نتقاتل نحن، عيب والله عيب. مباراة الاتحاد والحرية جاءت على درجة عالية من الندية والإثارة وقوة الأداء التي بلغت الخشونة في بعض الأحيان وأدت لإصابة بعض اللاعبين، فيما شهدت المباراة تقلبات مثيرة. ويتقدم الاتحاد بنهاية النصف الأول ب35-30. يعني فتنا على اللعبة ناقص، ما لعبنا لا فراس ولا علي ولا نديم ولا فارس، يعني عندنا أربع لاعبين وضمنانين الصدارة، يعني مباراة كانت تحصيل حاصل بالنسبة لنا. في النصف الثاني تخلص الحرية من أداء أفضل، لكن الاتحاد سرعان ما استعاد التفوق بالتسجيل من داخل القوس ومن خارجه، وينتهي الربع الثالث اتحاديا بفارق نقطة، لكن الحرية قال كلمته في الربع الأخير ليخرج فائزا بفارق 7 نقاط ب72-65. أنا قلت لهم للشباب اليوم إنه الجيم اليوم هي رجعتنا إن شاء الله، يعني أنتوا ثالث سوريا ما أخذتوه عن عبس بمرحلة كأس الجمهورية، وإن شاء الله بالأيام القادمة إن شاء الله بخطنا البياني لفوق. فريقين عم بيلعبوا يعني فريقين بحلب كبار، فإجباري بدي يصير هالملحمة مثل ما بقولوا تقريبا، وبس إن شاء الله ألف مبروك فريق الحرية، والله بيستاهل، رجال كانوا رجال. الصالة ما عم تستوعب هالجمهور، يعني هي المشكلة، بس لازم بأقل يعني بأسرع وقت ممكن إنه صارت الأسد تجهز، لأني مستحيل اتحاد حرية اتحاد جلاء، حرام هيك جمهور، يعني ما بتقدر تلعب باسكت يعني العالم القاعدة على الخط. لعبة ماي باسكت بول، بس أنه مبروك الحرية، يعني نتمنى ترجع صارت الأسد، لأنه هذا الشيء صار مو مقبول أبدا يعني بالصالة، والجمهورين كان حلوين. رغم ما رافق المباراة فالقمة السلوية انتهت للحرية، لكن ذلك يستوجب الإسراع لتأهيل صالة الأسد الرسمي. مستمرين بالباسكت بريك ومعنا الكوتش أشرف دركزلي. كابتن أشرف، لك ذكريات طويلة وجميلة بالدوري السوري وأهم بنادي الوحدة تحديدا، طيب ليش عم تدرب بنادي الفيحاء؟ ما شفناك عم تدرب بنادي الوحدة. ما سألوك كثير السؤال؟ طبعا ايه كثير كثير، يعني بصراحة كلامي مع الوحدة بتلاقي الجمهور بيجي بيقولوا لي انه اليوم نحن مع الوحدة بس باقي الأيام نحن معك عم نشجعك. يعني ايه في محبة في وفا بيني وبين الجمهور أكيد، بس يعني انا في جرح بنادي الوحده لسه ما طاب، و يعني هلا عنده مدربين كثير مناح والله يوفقهم، وانا كثير مبسوط بنادي الفيحاء، و
اللاعبين اللي عندي هلا هن بالنسبه لي مقدسين واهم شيء بالدنيا، مستحيل افكر اني هلا عم درب فريق غيرهم. البلان تبعنا هلا الخطه اللي حاطينها 5 سنين، السنه الجايه يمكن نشوفهم بالرجال ان شاء الله. هذا اللي بدي اسالك عليه، ايمتى بدنا نشوف نادي الفيحاء بفريق الرجال او بدور الرجال؟ شفناه السنوات الاخيره ولكن ما هالصوره كانت. ما لا صح، يعني هي اول فكره حكينا انه لا، مو فريق تحويشه وتجميع، فريق فيحاء، فريق طالع من القواعد تماما. اوكي، زبطوا بلاعب طويل، زبطوا بلاعب اكسبيرينس شوي عنده خبره بالملعب، بس فريق الفيحاء يعني ما مقبول. انا كنت عم بلعب، انا كان وزني 110 ونزلت معهم، قالوا لي تسالي يلا كذا وبننزل بنلعب. ايه غلط، كثير غلط. يعني كتراني ظاهره اللاعبين الكبار بالعمر بالدوري السوري، هذا عم يعني مش لاقي لاعبين على مشارف الأربعين سنه، وفي منهم لامس الأربعين. تمام، ليش؟ هذا اللي بنرجع عم نحكيه، هذا الاهتمام بالفئات العمريه. يعني من غير المنطقي ابدا السنه الماضيه التغى دوري الشباب. انا بالنسبه لي عندي لاعب كمحمد حاضري، عندي لاعب كخليل خوري لاعب نادي الجيش، انا هدول بعمل لهم دوري لالهم، بعمل لهم دوري لالهم. ما في لاعبين شباب، اوكي هدول اللاعبين لازم يلعبوا مباريات زياده، يرفدوهم بالناشئين، بس انا هدول اللاعبين ما بصير وقفهم ابدا. يعني خليل ولا محمد حاضر هلا بالرجال قد عم يلعبوا؟ ما هي كانت الحجه انه ما في لاعبين شباب، صار في هجره، يطلعوا الناشئين. هلا نحن فريق الفيحاء، بيقول لك خليهم يلعبوا بالناشئين. لحتى اقول لك شغله، نحن هلا فريق نادي الفيحاء، طلعنا اول دمشق على الناشئين، وطلعنا ثالث دمشق، تاهلنا نحن والثوره والجيش، كانت بيننا وبين الوحده المنافسه، طلعناهم برات، اهلنا نحن. لاعبين شباب معي 10 لاعبين هن الناشئين، هدول نفسهم. فلا بتزبط، يعني بتزبط. بالعكس نحن ميزتنا عن باقي الفرق انه الفريق عم يلعب ناشئين والشباب، عم يتجرع مباريات زياده، عم ياخذ اكسبيرينس اكثر. طيب دائما السله الحديثه بيقول لك الدفاع او بالفئات العمريه لازم يكون في دفاع مان تو مان، رجل لرجل، خاصه يكون ضاغط يعني تمام. فول كورت بنهائيات الناشئين كنا كثير عم نشوف زون. تمام، هلا دفاع المنطقه صحيح. ومتراجع كثير. صحيح لانه المدرب عم يفكر بالبطوله. يعني في مدربين هن منهم عم يعملوا هذا الشيء، في مدربين عم ينجبروا يفكروا بهي الطريقه. يعني مثلا بدون ذكر اسماء، هذيك المره مدرب من نادي معين هون بدمشق عم يقول انه الاداره قالت له اذا انت ما بتكون منافس على البطوله فالله معك. طب ليش ما يكون طريقه الحكي بالاداره اذا انت ما بتخرج لنا لاعبين او ثلاثه عليهم ضوء للرجال، نحن بدنا نرجع نعيد حساباتنا معك. عنا ادارات هيك بتفكر من تبع انك تخرج لاعبين مناح؟ ايه. كله بده بطوله، كله عم يفكر بالبطوله. ايه كله عم يفكر بالبطوله، بس يعني على مستوى مهرجانات صغار عم بتصير، فمهرجان وليست بطولة ولا تعلن نتائج ولا وليس هناك ترتيب، بتلاقي مدرب عم يقتل الحكم انه ما صفرت لي وما حسبت لي وقديش السكور وقديش النتيجة وقديش للأسف. تمام، يعني ايه هذا غلط كتير كبير. ما عنا ثقافة مفهوم الرياضي الحقيقي. لا ما لا عم قلك، يعني كل مدرب هو عم يفكر فقط بالبطولة. يعني احنا من العالم دافعنا زون، بس نحن الزون تبعنا يعني العالم كلها عم تحكي فيه بعد البطولة. الزون تبعنا كلياته دبل تيم، كله ركض جنان. يعني في مساعده، في تحرك مو جامد، ما في لاعب بالاوفنس يمسك الطابه، ما في فوق راسه لاعبين عم يدافعوا عليه وعم يضغطوه، ما في شيء اسمه لاعب فاضي. يعني هذا اللاعب مستحيل يقدر يعطي اسيست، اللي هو مضغوط يعطي اسيست مباشر للاعب ياخذ باسكت، اي فرصه بالنسبه له هي مسكره. فكتير كان عم يكون فيه ركض. المانتوما بالنسبه لنا صار شوربه، يعني انت وقت عم تدافع بهي الطريقه فتعقل الفريق انه دافع مان تو مان بيرتاحوا، انه هذا الديفنس الاسهل بالنسبه لنا. وقت المدربين اللي عودوا فرقهم على الزون، شفت مواهب حلوه، مواهب النهائيات ايه كثير، في نادر من حطين كثير عجبني هذا اللاعب، مواليده 2001، عنده فوت وورك بزحي العقل، طوله منيح طبعا، هو تحت الباسكت بيلعب. نحن يعني صايره اللي عم يجذبنا هو اللاعب تحت الباسكت لانه بنفتقد لهذا الشيء. في لاعبين كثير مناح طبعا، من حلب في ناظم، وفي الياس عزريه من الجلاء، ناظم الاتحاد طبعا. من الطليعه في لاعب كثير عجبني طبعا، الشام البلاي ميكر طبعا هو لاعب مهم، بس في لاعب هو بيلعب 3-4 برام، يمكن جميل برام، هذا اللاعب انا هلا عم اقول لك وتذكر حكي بعد 5 سنين، هذا اذا بينشغل عليه صح وبيتعب على حاله صح حيكون لاعب كثير مهم بسوريا ان شاء الله. ان شاء الله بنشوفه سوا، وبنفرح بوجود هيك خامات بالمنتخبات. رح نحكي بالمنتخبات، ولكن خليني اخذ منك تايم اوت، نشوف جوله الكاميرا الاخباريه وبنرجع.
المسابقات المحلية إلى البطولات الدولية، ويبدو أن مرحلة بناء المنتخبات أو العودة إلى منتخبات الفئات العمرية قد بدأت قولاً وفعلاً. الاتحاد السوري لكرة السلة وبعد تجربته الناجحة بتجديد منتخب الرجال يبدو اليوم متحمساً نحو الإقلاع بسلتنا انطلاقاً من الفئات العمرية، ويعلن عن مشروع المنتخب الوطني للناشئين لفئة ما دون 16 عاماً. خطوة المنتخب الناشئ تأتي في وقتها، خصوصاً بعد انتهاء مسابقة دور الناشئين والتعرف على المواهب الواعدة والصاعدة، وها هو ينتقيها ويدعوها إلى المنتخب الجديد، منتخب يبنى على خامات وقامات لافتة وقادمة من مختلف المحافظات، والانطلاقة ستكون من المعسكر المركزي في صالة الفيحاء مطلع نيسان القادم. لحسن الحظ إن إقلاع المنتخب يأتي بعد إنجاز بطولة الدوري المحلي للناشئين، ما يعني بلوغ اللاعبين الجاهزية البدنية المطلوبة إلى حد كبير استعداداً لبطولة غرب آسيا المقررة في طهران منتصف نيسان القادم. ولكن هل يكفي أسبوعين فقط لتحضير أحد أهم منتخباتنا الوطنية لتمثيل الوطن في بطولة مؤهلة للبطولة الآسيوية؟ عم تحكي عن مواهب حلوة كتير كتير شفناها، وتحكي انه ممكن نشوفها بالرجال ولكن ما بدنا نشوفها بالمنتخبات. في منتخبات فئات عمرية. هلا في منتخبات، هلا في منتخب لل2001 نعم. وفي بشهر 7 كمان عم يقولوا في منتخب للناشئين وكمان في شغل كتير منيحة حتزيد عدد المباريات، عم يقولوا في كمان مهرجان رح يساوي للشباب والناشئين كمان يزيد عدد المباريات، فهي نقطة كتير مهمة. حلو كتير هالكلام. طيب عم تابع دوري الرجال، وبما انه انتم حاطين ببالكم وتصيروا بدوري الرجال فلازم يكون عندكم رؤيه. تماما. مستجدات دوري الرجال شفنا مؤخرا تغيرات مدربين، دخلت كانت بالفوتبول هلا صارت بالسله. تماما. شو رايك بخطوه نادي الجيش؟ يعني استبدال مدرب خالد ابو طوب المدرب هيثم جميل. تمام. هلا الكوتش هيثم كوتش كتير مهم. نعم. يعني هو كوتش اكاديمي، كوتش محبوب من قبل اللاعبين، كوتش عنده يعني بتحس وراقه ما بتخلص. نعم. دائما في عنده ورقات جداد. بس هلا رح اقول لك طبعا الله يوفقه، وانا كتير بحب الكوتش هيثم، هو صاحب فضل كتير كبير علي. نعم. ولهلا انا زلمه دائما باخذ نصيحه منه، وفي لعبة الوحدة اللي لعبناها بالشباب كان هو مقابل على الخط، قلت له أنا بيكفيني فخر أنك أنت مقابل على الخط بغض النظر شو ما كانت النتيجة. طبعا هو ربح وحدة وأنا ربحت وحدة. هلأ الخطوة هقول لك أنا بقى حتجي لأني أنا مدرب شاب. نعم. يعني الكوتش خالد اشتغل وعمل شغل كتير منيح، بس في شغلات يعني الفريق ظلم المدرب. يعني بتطلع أنت بلعبة الوحدة اجت فتره كان عم يلعب رامي مرجاني، انس شعبان، حكم عبد الله، وسام يعقوب، رضوان حسب الله. قديش عمره؟ اصغر لاعب بالفريق مواليد 83، يعني اصغر واحد بالخمسه اللي بالملعب عمره 34 سنه. فما بدك تطلع انت على المدرب، انت بدك تطلع انه في مشكله، يعني عندك مشكله، انت في عندك خيارات، في عندك لاعبين شباب، بس في مشكله انه ما عم يقدروا ال 40 دقيقه يكونوا متواجدين بطريقه صح. فهي اذا كانت خيارات المدرب فهلا هو عم يراجع. إصابة طارق الجابي هي اللي كتير طبعا كتير فريق دينامو الفريق. طارق هو الروح تبع الفريق. يعني شلون مجد عربشة بالوحدة؟ طارق الجابي بالجيش. يعني تتخيل النادي الوحدة عم يلعب دون مجد عربشة، مو لأنه ما في لاعبين بإمكانياته، بس روح الفريق. نادي الوحدة بياخذ البطولة، يعني أخذ الكأس، كنت متوقع يفوز بالكأس. ليك من أول ما جابوا جميل صدير وهي انتهت كل مشاكله. جميل لاعب بالنسبة للدوري السوري، هو يعني توب، هو بتقدر تعتبره لاعب بروفيشنال، لاعب محترف. يعني انت كيف وقت كنا ندفع مصاري ونجيب لاعبين محترفين، جميل بالنسبة للدوري السوري هو لاعب محترف. ليش؟ عنده اوبشنز، يعني عنده ميزات جوا، ما يعني انت وقفت له شوطه وعنده دخول، عنده خيارات وحلول، خياراته عنده اوبشنز. يعني مو انه والله مثلا مثل بتلاقي شوتر اذا وقفت له شوطه هو وقف صار بس لاعب سلبي عم يلعب باص. هو لاعب عنده الجام تبعه، عنده الريباوند، عنده الاسيست، عنده السكور، لياقته المرتفعة، حماسه بالفريق. توقعت فوز الوحدة بكأس الجمهورية؟ واضح. والاتحاد صراحة الاتحاد نادي الاتحاد عامل شغل. هلا نحن الفكرة لحتى لك شغلة قصة انه عم لعب بالشام، هي عم تظلم باقي الفرق. تماما. يعني انا وقت عم بطلع انه مو بس مستوى فني،
طب انت كمان في عندك نادي ما عم يلعب على ارضه، نادي انصاب من عنده المخ تبع الفريق اللي هو علي، علي دياربكر تماما، هي نقطة كتير مهمة. ايه بس يعني ما حيكون عم يلعب مثل علي يلي بنعرفه هو راجع من اصابة، وانا كلاعب كنت بعرف انه العالم كلها عم تشوف عم تطلع من فوق عم تقول طاب علي، بس لا هو علي عم يموت من وجعه بس هو بده يلعب بالمباراة. كلاعب انا كنت بعرف هذا الموضوع، يعني بيصير معنا تلاقي مصابين وعم نعرش بدنا نفوت نلعب وما بنعرش مشان المدرب ما يطلعنا. ايه فالاتحاد عم يشتغل كتير شغل حلو، مثل ما قلت لك، مثل ما انظلموا بالفئات فهن كمان انظلموا بالرجال. لا ليش ما نطلع نلعب بحلب؟ ليش ما كل فريق يلعب بين جمهوره وعلى السلات اللي عم يتمرن عليها وعلى الجو اللي هو متعود عليه؟ هلا حلب حاليا ما في صاله تستوعب الجمهور، يعني خلينا نحكي بمنطق. تمام. حاليا صاله نادي الحريه برايك هل هي قادره تستضيف مباراه وحده واتحاد وهي صالة تدريبية ما في غير؟ يعني امبارح كده عم شوف اتحاد وجلاء والجمهور واقف قدام الخط عزي تبع الملعب. تمام. امبارح كانوا عاملين بس مباشر. اي طبعا عم يلعبوا الاتحاد والجلاء، يطلع الوحدة يلعب هنيك، وين المشكلة؟ وين ابدا ما لي شايفة مشكلة، ابدا ما لي مشكلة، طالما انت مخليهم يلعبوا بهي الظروف بحلب معناتها هن من حقهم يلعبوا بهي الظروف ضد الاندية الثانية. ليش ما الكل يكون نفس التجربة؟ ليش ما الكل يدوق من نفس؟ مين وين بتلاقي الأميز، سلة دمشق ولا سلة حلب؟ حلب. أنا كثير ليك، أنا كثير بحترم حلب، يعني عالم محترفين، أي ما كان الرياضة صناعة تجارة كل شيء، عالم بيهتموا بأقل التفاصيل، عالم بيحبوا الشيء اللي عم يعملوه. وشوف على فكرة كلهم عم يحكوا إنه مثلاً هي الأزمة اللي بحلب، إنه رغم الظروف اللي عم تصير بالأزمة بحلب، لا أنا بطلع لو لها الظروف ما بصير هذا التميزات اللي هن مثلا منتخب حلب لمدة سنتين عم ياخذوا بطولة منتخب حلب للأشبال وللناشئين. البعض لاموا نادي جلاء انه ببطولة الناشئين ليش ما اخذوا مركز، طلعوا رابع، انه يعني اعتبروا انه إدارة مقصرة، انه معقول نطلع لا 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 ليك الله يعطيهم العافية، فريق بجنين، انا مدرب بحبه. وهلا كمان عملت هلا كان في مقابلة على الرياضية فراح اقول لك نفس الحكي اللي انا كتبته يلي واسانا نحن كفريق، وأنا واساني أكتر إنه ما أخذنا مركز أول، أنا لعبت ضد المدرب يوسف من أول الموسم، وأنا كنت عم أقوله لفريق من أول الموسم قبل ما بلش المباريات التمهيدية، أنا عم أقولهم أنا حابب ألعب ضد هذا المدرب، الفكر يلي عنده أنا كتير بحبه، طريقة تعامله مع اللاعبين، طريقة حلوله بالملعب كتير بحبه. أنتوا رغبتكم الدوري وأنا رغبتي الدوري، أنتوا طموحكم يمكن كل لاعب عنده طموح معين، أنا طموحي أربح هذا المدرب وقت يلعب ضده. وهي الشغلة واسطنا، يعني التقينا نحن معهم بالنهائيات، كانت آخر ماتش خلصت فرق كبير 162-65 لأنه كنا عم نلعب بالاحتياط أنا وياه، بس وقت إجت على الثالث كانت الجد وبيضوا الشباب. بيضوا وربحتوا للجلاء، من لكم مبروك، وبنقول له كمان مبروك للجلاء لأنه ما زال وجوده بين الأربعة الكبار، ما زال مكانه ضمن الأقوياء وما زالوا عم يشتغلوا. مبروك يعني مرحلة الجلاء، مرحلة سلة الشهباء، ومبروك لسلة الفيحاء. الله يبارك المركز فيك الثالث. الله يبارك. الوقت مضى بسرعة، سلم لي يا رب. بالفعل معك 24 ثانية، في شيء ما حكينا؟ يعني بس بدي أقول شكرا لأهالي اللاعبين، هن رقم واحد بهذا الشيء اللي نحن ساوينا، دعمهم ومحبتهم كتير كانت مهمة. وشكرا لك أستاذ مالك، شكر كتير كبير لك. نحن من 15 سنة أنا كنت عم بقرأ جريدة الرياضية وقت كتبت علي كلاعب ناشئ، وهلا أنت بعد 15 كنت سنة ناشئ وين وقتها؟ كان عندك سيما لا، وكان في سيما أول لاعب ناشئ يمكن بيلعب بنادي الوحدة. تماما وبيلعب على مستوى آسيا. مزبوط. وهلا عم تحكي معي وأنا مدرب ناشئين. كنت نجم بالملعب كلاعب، وهلا نجم بالملعب كمدرب، كسبناك مدرب وطني شاب طامح ناجح إن شاء الله، مكسب لسلتنا، مكسب لنادي الفيحاء، وإن شاء الله اللقاء الجاي بيكون بنادي الفيحاء بصالة نادي الفيحاء، لأنه نادي بيستاهل، نادي ضمن قطاع جغرافي كتير مهم أنه يكون عنده نادي يستوعب هالمواهب للذكور وللإناث. شكرا لك كوتش أشرف دركزلي مدرب نادي الفيحاء، وشكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء الأسبوع القادم بحلقة جديدة من البرنامج الأسبوع المتخصص بكرة السلة باسكت بريك. من هلا لوقت تبقوا بخير، وسوريا بألف ألف خير.